هنكشف لهم عمل الاختيار وانتقاء فرض البحث والانقاذ هنا داخل المركز بيتم ازاي؟ والله يا فندم، طبعا عندنا افضل العناصر من القوات المسلحه، بيتم التدريب ليهم تدريب داخلي وخارجي لثقل مهاراتهم. برضو بالنسبه للضباط، نطاق البحث احنا بنشتغل في اقليم المعلومات والطيران على مستوى الجمهوريه، فبيغطي مناطق كتير، بنقدم الخدمه لجنسيات مختلفه بغض النظر عن الجنس او اللون. تمام. فطبعا محتاجه فرد يكون على مستوى عالي من التدريب، محتاجين اطباء على مستوى عالي من التدريب، لان بيقدم الخدمه ممكن عن طريق الاسعاف الطائر او المستشفى الطائر. تمام، ده بالنسبه للفرد العنصر البشري. أيوة. المعده بقى والمعدات اللي موجوده داخل المركز البحث والانقاذ، هل بيتم تطويرها وتحديثها بسبب مستشفى الدكتور محمد؟ طبعا فهم، يعني مع الجهات المعنيه سواء اداره الخدمات الطبيه بتقدم اجهزه طبيه على احدث مستوى، بتبقى موجوده على الطائرات اللي بتقوم بعمليه الاخلاء الطبي. بالنسبة للمعدات في اللي بيتم استخدامها سواء في البحر سواء في البر، بلجأ إليها، بيتم تحديثها سنويا. تمام. طبقا للمعايير الدولية لازم نبقى على نفس الحزب بالنسبة للدول. سيد محمد، يعني كلمة توجهها النهاردة لفريق البحث والإنقاذ هنا تقول لهم إيه النهاردة؟ بشكر الناس، احنا بنقدم الخدمة لمدة 24 ساعة. طبعا بشكرهم جدا على المجهود استكمالا للخدمه اللي بنقدمها، لان احنا بننقذ ارواح وبنطمن الناس كلها جميعا ان احنا موجودين وفي خدمه اي فرد على ارض جمهوريه مصر العربيه. انا بشكر الاستاذ محمد، واسمح لنا ناخد جوله داخل المركز. اتفضل يا فندم.